هل من ناصر؟ لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. متهمون بأننا لا نفهم المعادلات، متهمون بأننا نتحرك بحماسة الشباب. نحن في هذه الليلة يا إخواني ويا أخواتي الذين نردد طوال السنوات وكل الليالي والأيام عندما نذكر الحسين عليه السلام ونقول له يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله فنفوز فوزا عظيما. بكلمة واحدة نقول للحسين في هذه الليلة ونعيدها في كل ليلة، نقول للحسين عليه السلام نحن في هذا الزمن الصعب رجال ونساء الزمن الصعب، نحن في هذا الزمن الصعب يا مولانا وإمامنا وشهيدنا العظيم في مواجهة كل التحديات والأخطار والتهديدات والشتائم واجتماع العدو وكثرة مكره وإمكاناته ومقدراته وقلة الناصر والمعين، يا أبا عبد الله لن نتخلى عنك ولا عن دينك ولا عن رايتك ولا عن كربلائك ولا عن أهدافك، ولو قطعنا وقتلنا ونشرنا وأحرقنا وسبيت نساؤنا وأطفالنا كما سبيت نساؤك وأطفالك. أقول لك نحن الرجال والنساء والصبية والشيوخ والكبار والصغار الذين صمدوا وثبتوا يا مولانا، لا يخيفنا لا حربهم ولا سلاحهم ولا تهديدهم ولا مكرهم، وكما ثبتنا نثبت وكما صمدنا نصمد طالما في عروقنا دم من دمك يجري، وطالما في أجسادنا نفس من أنفاسك تتنفس، وطالما فينا عزم من عزمك وإرادة من إرادتك، سوف نبقى حسينيين وزينبيات ونردد معك طوال الدهر هيهات من نبذلنا.